صباح الخير كل مشاهدي المصرية في كل مكان، يوم جديد. طبعا كلنا خلصنا أجازة العيد وكلنا نازلين الشغل، طبعا اللي نزل الشغل من يوم الخميس وفي ناس نزلت النهاردة أول يوم. لكل اللي نزل الشغل يلا خلاص بقى، يعني احنا عملنا اللي علينا. بقول لنفسي معاكم على فكرة الكلام ده، نرجع تاني نشتغل بهمة وبنشاط ونستكمل عملنا بشكل جيد. دايما بيبقى الأجازة فرصة ان احنا بنغسل روحنا وبنجدد الطاقة وبنجدد الطاقة الإيجابية بتاعتنا عشان نكمل شغلنا. المفروض ان احنا النهاردة، المفروض يعني للناس اللي نازلة لسه شغل النهاردة، ننزل نضحك في وش بعض ونصبح على بعض ونبقى داخلين مبسوطين، محدش يكشر في وش تاني، ونشتغل بجد ونطلع وقت انتاج. مش مهم ان انا ابقى قاعد بجسمي على المكتب، ولكن المهم ان اللي بشتغل وهو اللي يكون مفيد، ما بقاش بس مجرد بملى فراغ هوا وخلاص. حلقتنا النهاردة حلقة خاصة، وقلنا نبتدي بيها تبقى أول حلقة يعني بعد العيد، لأن مفيش حد في الدنيا ملوش نفسه إنه يبقى جميل أو يبقى فعلا عنده قبول، أو زي ما بيقولوا في العلم الجديد عنده الكاريزما. حتة الكاريزما وجمال الروح والقبول والحاجات دي كلها مش بس زي ما احنا متخيلين انها طبعا هبة من الله، طبعا هي هبة من الله، ولكن كمان علم وممكن يتنمى وممكن نعرفه ونكبره ويبقى ليه مفاتيح. انا عايز اقول حاجة، ان جمال الروح هو موضوع حلقتنا النهاردة. المفتاح بتاعه او الاكسجين بتاعه هو السلام النفسي. ازاي نوصل له بقى؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا اللي هينورنا، بس بعد الاغنيه دي. اهداء لكل المصريين، مصر جميله. جابت عيني الغيطان والدرع والزرعه، جابت عيني الغيطان والدرع والزرعه. انت الاصيله يا مصر وكلنا عارفين، انت الاصيلة يا مصر وكلنا شاهدين بحق محمد نبينا وعيسى نبي الله. النور ويانا والعمال العاملين المخلصين والاحباب ويانا، دي مصر ام العالم، مصر جميلة واصيلة، فيها ولدي وفيها بلدي، انا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح واصلي فلاح وحي على الفلاح، وابو زرع طيب يقول حي للاصلاح، وعمال عاملين عملوا الخلف والصيني موصيني ابويا بكل فلاح، وقال لي مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة، هو جمال الروح او الجمال ما ينفعش من غير مصر، هما الاتنين كده مع بعض، يعني ما ينفعش حاجة حلوة من غير مصر. مصر حلوة زي الحياة حلوة بالظبط. دكتور تامر ممتاز سلامة، المحاضر والاستشاري في علم الموارد البشرية، منورنا. وانا شايفاك مستمتع بالاغنية ومبسوط بيها جدا فعلا. الاغنية دي موالدة جميل قوي بجد، بيصحي فينا حاجات اصيلة قوي. طيب احنا قلنا ان جمال الروح في المقدمه بيبقى فعلا ليه مفاتيح، بس الاول قبل ما نعرف يعني ايه جمال الروح، لان دايما الناس بتفتكر جمال الروح ده اللي هو مجرد القبول، لكن عايزين نعرف يعني ايه جمال الروح وايه الفرق بينه وبين جمال الشكل. جميل طبعا، مصر جميله ومصر اصيله وهتفضل دايما جميله واصيله طول ما فيها ناسها الجميله، شعبها، ماضيها وحاضرها ومستقبلها. مصر جميله بافعال ناسها اللي يشرفوها ويرفعوا راسها جوه مصر وبره مصر. لازم يرجع للمصري في البدايه جمال روحه اللي كانت زمان، زي اللي في الموال ده كده، زي ما كنا بنشوف دي كده. تحس بجمال قد ايه الواحد بيحس بعظمته ويحس بعظمه شعبه وناسه، ويحس يعني ايه انسان مصري يرفع راس بلده وراس ناسه. الجمال الشكلي جمال ينقضي، وكلنا عارفين الكلام ده. جمال الروح مختلف تماما عن الجمال الشكلي. جمال الروح هنشبهه بان احنا لو حد شاف قدامه بحيره رايقه، هذه البحيره جواها جميل، هاديه، راسيه، حتى لو حدفها بطوبه
تلتهم الطوبة، بل بالعكس أثر الطوبة فيها عبارة عن دوائر متناغمة جميلة. هذه البحيرة الثابتة الهادئة الجميلة الإنسان وهو موجود بيبصلها، بيشعر معاها بالحياة، بيشعر معاها قد إيه هي جميلة، قد إيه هي مش متنشنة، قد إيه هي حسب قيمتها، قد إيه النفس اللي قدامه نفس تنثر الأدب والاحترام والجمال والرأفة والرحمة. كيف لهذه النفس أن تصبح ملهمة مؤثرة فعالة واثقة؟ كيف لهذه النفس أن تصبح نفس تتكلم اللغة بتاعت الجسد، تتوافق مع الكلمات؟ النفس اللي ما عندهاش روح جميلة عبارة عن نفس تعبيرات الوجه مختلفة عن الكلمات. كيف نصل إلى التعاطف والعاطفة؟ كيف أكون متحمس؟ كيف أكون ودود؟ كيف أكون أحافظ على اللي قدامي؟ إزاي أكون له أحسس اللي قدامي إن أنا بالنسبة له الملاذ الأخير؟ كيف أصبح له الملهم حتى لما يعوز حاجة يرجع لي؟ جمال الروح ليس جمالا شكليا. الجمال الشكلي بينقضي مع العمر، وفي ناس تحافظ عليه وما تحافظش. جمال الروح يظل بل يزيد مع الزمن. ليه كل مكان في العالم فهم ده إلا إحنا؟ يعني ليه دايما برضو لسه فينا حتة مش عامم طبعا معظمنا فينا حتة برضو بتبص للماديات للشكليات للشكل يعني الخارجي، ما بيبصوش للمضمون أو للشكل الجمال الروح زي ما حيك قلت أو الجمال الداخلي؟ ليه دايما الإنسان بينحصر في الحتة المادية والظاهرية؟ أول حاجة عايز أقولها أن الإنسان رد فعل البيئة المحيطة به. بمعنى في أماكن تانية وفي شعوب تانية ليس عندها مشكلات وليس عندها أزمات، شكل الإنسان بيتغير، رد فعله مع اللي قدامه بيتغير. ممكن نلاقي رد فعل عنيف، ألاقي في مكان تاني رد فعل سلس. صحيح. إحنا بيحكمنا عالم المصالح، ده إحنا نؤمن بيه. يا ده أنا لسه قايله الصبح كده على فيسبوك المصالح تتصالح، شعار المرحلة. بالظبط. حتى لو الناس أعداء إلا إذا جمعتهم مصالح يتعاملوا مع بعض، يرسم الضحكة ويمثل إذن تخلص المصلحة ما حدش يعرف حد، تنتهي كل شيء. بس في نقطة، الطرفين يعلموا أن هناك نوع من المصلحة تجمعهم، وسوف يحقق كل طرف منهم المصلحة اللي هو عايزها وينفصل في الآخر، مش مشكلة. يبقى إذن البيئة المحيطة هي المؤثر الأساسي. يعني أنا شفت، كنت برا من يومين وشفت أطفال وشباب بيتكلموا ويضحكوا، فأنا قلت شمعنا الناس برا بتضحك ضحكة كاملة، ضحكة تنتهي بتنفس، ضحكة تنتهي براحة، عندنا ضحكة منقوصة، ضحكة المرح ما تعلمناهوش. بس دي مش طبيعتنا يعني، احنا حتى ما كناش كده يعني، احنا معروفين احنا بنضحك من قلبنا ودمنا خفيف وروحنا حلوة وبسيطة. ليه اتغيرنا كده يعني؟ عايزين نبتدي نرجع تاني لأصلنا يعني. لا، عشان نرجع لأصلنا لازم نحل مشكلتين متأصلتين. ايه بقى؟ اول مشكلة وهي مشكلة السلام الداخلي. ازاي ان انا اسامح؟ يبقى عندي سماح. سماح للناس طبعا، ده يعني في مشكلة بجد في الحتة دي في تعاملاتنا الإنسانية، لأن احنا من كتر تجاربنا وكل ما زادت خبرتنا تزداد تعاستنا. كل ما زادت خبرتنا مع الناس اتقرصنا من واحد واثنين وثلاثة، اصطدمنا في واحد واثنين وثلاثة، بعد هذه الصدمات يصبح لدينا إدراكات، كل منا يحكم على الأمور بعواطفه، يراها واقع خبراته السابقة، ثم يسخر العقل لكي يبرر أفعاله. إذا إحنا لو إحنا بنتكلم بعقلنا كان كلنا اتفقنا وكنا أخذنا قرار واحد، لكن كلنا بندخل القلب العواطف التي تحكم وترى، ثم نسخر العقل ونجادل من أجل أن نثبت أننا على حق. طيب، يعني قلنا إن السلام النفسي ده سبب، هناخد السبب التاني. السبب التاني بس بعد الأغنية دي. ناخد حاجة عاطفية شوية يعني، هنغير بقى شوية المود بقى، يلا العيد جه بقى وخلص وكده يلا. بنتي بعدك حلوة وصرتي أحلى، شو هالصدفة ما في أحلى،
قلبي يشوفك يا ما استحلى. قولي لي كيفك انت انت بعدك انت ما بتتغير محير لي قلبي ومحير وبعده قلبك طفل صغير طمني كيفك انت ماشي نتذكر عدروب وين رجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننسى الأحلام يا ليل البعد ونطرنا عن فارق هالايام ماشي نتذكر عدروب وين رجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننسى الأحلام يا ليل البعد ونطرنا عن فارق هالايام يا رب تدوم ايامنا سوا يا رب العيد هالحب اللي كان واحلى بكتير من العمر كمان يا رب العيد يا رب العيد بحبك بحب عيونك لما بتحكي وكيف بترسم هك الضحكي خلي راسك فوقيتك واملك هالدنيا كله حبك بارح انت اليوم وبكرة اشتقت لك ما عندك فكرة صعب بعمري تصبح ذكرى ماشي نتذكر عدروب وين رجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننسى كل أحلام يا ليل بعد ونطرنا عم فارق هالأيام ماشي نتذكر عدروب مع بعض على الهوى وبنقول ان في اشياء بتمنع السلام النفسي قلنا الاول حته ان احنا بندرب نفسنا على التوقع وفي مشكله في التوقع ان انا دايما المأمول والواقع او الاحلام والواقع بتبقى فيها فجوه كبيره مظبوط فدايما بيحصل مشكله المشكله فيها ان كل واحد فينا بينصر سلبياته على الاخرين عندما يصبح واقعه اختلف عن ما يأمل هذه الجاب ما بين الواقع والمأمول بيحس فيها بالفشل يتذكر كل ماضيه يتذكر كل مشاكله يتذكر كل أزماته وهزيمته ويبدأ هذه الجاب يطلعها على الناس اللي حواليه بكره بعدم تسامح بحسد بأذى بحسد بحقد بأي حاجة المهم إن جميع المشاعر السلبية تنتج من إدراك الفرد ما بين واقعه ومأموله طب إيه اللي يعمله؟ إيه اللي يخلي الفرد يبدأ يقول لنفسه شوف قدراتي أنت لا تصل إلى مأمولك لا تصل إلى أملك ارجع راجع قدراتك ومهاراتك درب نفسك وقوي نفسك وابتدي من الآخر ثق في قدرتك على العمل عشان تطلع للأمل بتاعك فأنت سلامك النفسي يشتغل تحس براحة جزء التفاؤل والتشاؤم النهاردة واحد يدرك التفاؤل وواحد يدرك التشاؤم إدراك التفاؤل والتشاؤم كل إدراك فيهم 50% عايزين نتفق على دي قوي لأن ممكن تقول واحد اتفائل يقول لا أنا مش عايز أعيش في الوهم أو اتشائم لا ده اتشائم ليه ما بكرة أحسن هنقول له طيب إحنا عايزك تتفائل وتشائم 50% تفاؤل و50% تشاؤم خلي عندك الاثنين بنفس النسبة الاثنين بنفس النسبة سؤال هل أنت كل ما تفائلت الحاجة اتنفذت؟ لا مش شرط طبعا هل أنت كل اتشائمت منها اتنفذت؟ لا إذن في كلا الأحوال كل توقعاتك خطأ بنسبة 50% طيب إيه اللي يخليني أتفائل؟ السبب اللي يخليني أتفائل إني أنا وقت ما أدرك إن أنا هتفائل بجمع حواليا كل الناس الإيجابية بجمع حواليا كل الناس اللي عندهم دعم اجتماعي اللي عايزين يعملوا حاجة اللي عايزين ينفذوا اللي عايزين يوصلوا
كل ما هو ده اللي بيبقى عنده جمال الروح الشخص المتفائل. الشخص متفائل لان انا اكتشفت حاجه ان مؤخرا مع الفتره الاخيره بالذات يمكن المحنه الجماعيه اللي احنا عشنا فيها كمصريين ان الشخص المتفائل اللي بيضحك اللي عنده امل الايجابي هو الوحيد اللي الناس بتقبل عليه دلوقتي. بالزبط. اي حد بيصدر كآبه او سواد او عنف الناس بقت تهرب منه تماما. بالزبط. حتى على مستوى الاعلام على مستوى الدراما على اي حاجه. كل فرد عنده مشاكله وكل قلب له دمعته. كل إنسان عنده من الهموم والمشاكل ما يكفيه. طيب كل واحد عايز يخرج من هذه الدائرة المغلقة لدرجة إن إحنا بنروح نشوف مسرحية عشان نضحك. صحيح. مع إن في الآخر بتدور على الضحكة بس بتدور على الضحكة تضحك ولكن في الواقع الضحكة ما بتجيش. مع إن إحنا رايحين هدفنا نضحك. لا إحنا عايزين نصل للحاجة اللي نشوفها إن إحنا نطلب الدعم الاجتماعي من الإيجابيين وليس من السلبيين. والله يعني رئيس التحرير برنامجنا أمل أبو بكر النهاردة دلوقتي قالت لي حاجة جميلة جدا. قالت لي إيه؟ قالت لي هل إحنا عدم استمتاعنا بالحياة ده بسببه أو بيقلل شكل أو جمال الروح عندنا؟ بالضبط. أول حاجة ده يعني سؤال. هل استمتاع بالحياة بيعلي جمال الروح؟ بالضبط. لأن الواحد لو هو ما بيستمتعش في حياته حيصل التعبير وجهه وإسلوبه وسلبيته ونظرته للآخرين تختلف تماما. يعني أنا لو أنا عايش في مجتمع أو بيئة محيطة بيئة فيها قدر من الألم اللي مأثر علي هذا الألم وهذا التأثير يصبح تعاملاتي مع الآخرين مختلفة. تصبح صورتي مع الآخرين صورة مش كويسة ويبدأ الناس اللي حواليا ينعزلوا عني ويسيبوني. لكن أنا لو عايش سلام نفسي تسامح رحمة تعاطف إلهام أثر حماسة ود رحمة جمال احترام قيم. وفي نقطة مهمة جدا كل الجدل اللي بيدور الناس لو دخلت فيه في اتنين بيتجادلوا واحد بيخرج يحترم التاني وواحد يخرج ما يحترمش التاني. في واحد بيجادل عشان يثبت للتاني انه أفضل وفي واحد بيتكلم من أجل الحق. في ناس بتدور في دواير بعضها السلبية عايزين نذكرها للمشاهدين. أنا لما أجي أعمل هيكل تنظيمي وأعمل وظائف في الشركة بقعد مع الناس وأشوف طبيعتهم إيه. في ناس بنحطهم مع بعض زي مين؟ واحد طبيعته غاضب وواحد طبيعته مستجدي. دول تقعديهم مع بعض يعيشوا زي الفل. الغاضب اللي يقعد دايما يزعق ويتنرفز عليه والمستجدي اللي هو غلبان وعايز يبان إنه غلبان دول يعيشوا مع بعض في دوائر السلبية زي الفل. في واحد تاني وهو الفضولي اللي بيحاول يعرف ايه اللي عندك وعملت ايه النهاردة واخبارك ايه واخبار الناس ايه والتاني اللي هو الغامض. الاتنين بيستمتعوا مع بعض جدا ويعيشوا مع بعض كويس قوي. ده بيستجدي من ده وده بيتنرفز عليه وبيغضب عليه وده فضولي وده غامض. الدوائر المغلقة دي بنسيبهم يدوروا فيها لان هم مش عارفين يغيروا نفسهم. ولكن الإيجابي اللي هو تفوق على نفسه وعرف قدراته وعرف إزاي يحقق بكرة بتاعه اللي بنلاقيه بكرة الصبح مسك رئيس مؤسسة واللي راح لمكان أفضل من مكانه هو الشخص اللي عنده القدرة على التغيير القدرة على وجود البدايل القدرة على نصر المحبة والرحمة تجاه الناس. الشخص اللي هو بيعمل بمبادئ القيم مش عشان يتقال علينا عنده قيم لا بيعمل عشان يتقال ان احنا نؤثر القيم وليس نؤثر انفسنا. ازاي نقدر نحاول مع الناس اللي حوالينا اللي عندهم داخليا مفيش سلام نفسي ان احنا ننسل السلام النفسي جواهم ده شيء كبير ومش سهل. طيب يعني انا يعني للاسف انا قدامي دقيقه مش عارفه اقسمها هدي لك حته وهاخد حته اختم بيها صغيره لكن انا عايزه بس حضرتك تقول للناس نصيحه كلمه يعملوا ايه عشان يعلوا جمال الروح. اول حاجه تعملوها ان احنا لازم ننظر لنفسنا نظره ايجابيه ونقول احنا جوانا جميل وشعبنا جميل وناسنا جميله لسه فينا ما تصدرش السلبيه بقى ما فيش لو دورنا في السلبيه هندور فيها طول العمر. صحيح. لكن احنا عايزين نقول لنفسنا باذن الله احنا افضل وباذن الله بكره افضل وباذن الله بلدنا افضل وباذن الله ناسنا افضل. يا جماعه احنا عايزين كل واحد مصري يبين قدام العالم كله ان في عندنا مصريين لهم عزيمه من جوه عندهم قدره على الجمال صافيين محترمين عايزين نرجع زي الاول.
أملنا فيكم كبير بإذن الله. دكتور يعني تامر ممتاز سلامة طبعا المحاضر الاستشاري في علم الموارد البشرية دايما بتدينا دفعة كده جميلة إيجابية وطاقة إيجابية جميلة. بشكرك جدا، بشكر كل مشاهدينا وكل المصريين في داخل مصر وخارج مصر. أرجوكم أنتوا قدوة وأنتوا نموذج وأنتوا برواز وأنتوا السي في بتاعت مصر، خلوها حلوة قوي، خليكم شكلكم جميل وأدائكم حلو، خلوا أخلاقكم حلوة مع بعض وحبوا بعض، خليكم متسامحين لأن اللي بنطلعه مننا هو ده اللي بيعمل الدعاية بلدنا. صح. بلدنا مصر الجميله. فالكلام ده لجوه والبر على فكره يعني لكل الناس. انا بشكركم جدا وبشكرك جدا. شكرا يا فندم. جمال الروح ده اهم حاجه، مهما الانسان تزين وعمل عمليات تجميل ولبس اشيك حاجه ومثل على الناس ان هو شكله رائع، الروح دي هي اهم حاجه، مفيش داعي نمثل. ايوه اللي بتدوم جمال الشكل ده بيروح، لكن جمال الروح هو اللي منكم. بشكرك جدا، بشكر كل المشاهدين. شكرا.